له مش هربان من الضيعة بس خلص تعبت قال لي ارجع على الضيعة. هو قال لي صاحب الجندول اللي جاء داعي عن بيك اذا بدك ترجع ببيروت مش دينا لك من اينت يعني اللي بيروت مش دينا. شعلان النار والسكر المود بور بيروت كان يفوت الترين لجوا يحمل بضاعة منه ترين ترين الفوكين عرفتو انت مش عايه ماك الترين هذا حبيبي كنا سوق كميون هذا اول كميون عندي ريو انا شوف من لابوز هذا كنا كنت مجوز لعي النهار اشتغل بشيء حاسي صايرة مع أبسي ربك يا عالم كيف خلص منها بدون قتل وبدون ضرب وبدون قصص وحكايات يلا بخاطركم